أهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة من داخل صالة التحرير. وإلى أبرز العناوين، السيسي يشهد افتتاح عددا من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من الأسمرات، ورئيس الوزراء يعلن ضخ 10 مليارات جنيه اعتمادات إضافية لقطاع الصحة. الوطنية للانتخابات تواصل تلقي طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ. رئيس النادي الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور. وإلى التفاصيل، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات افتتاح عددا من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات. وخلال الافتتاح أكد الرئيس أن الدولة ستقف بحزم وقوة تجاه مخالفات البناء، ولن تسمح بالعودة إلى الوراء مرة أخرى في هذا الملف. وأكد الرئيس أن الدولة ستتخذ عددا من الإجراءات للتوسع في تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد أنه تم ضخ 10 مليارات جنيه كاعتمادات إضافية لدعم القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة وحتى اليوم، كما تم تعيين عدد من الأطباء الامتياز في المعاهد والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي وفق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. استكملت لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ عملها لليوم الثاني صباح اليوم على مستوى 27 محكمة ابتدائية بالجمهورية لتواصل تلقي الطلبات لراغب الترشح. وبدأت اللجان أعمالها في 9 صباحا وتستمر حتى 5 مساء ولمدة 8 أيام، تنتهي السبت المقبل في 18 من يوليو. أدى صباح اليوم الأحد نحو 667 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادتي الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية. استمرت حوادث الطائرات الورقية في إزهاق أرواح عدد من الشباب، حيث شهدت منطقة أوسين بمحافظة الجيزة سقوط طالب من الدور الخامس أثناء اللهو بالطائرة الورقية ما أدى لمصرعه، فيما شهدت منطقة المحلة الكبرى سقوط شاب من الدور السابع. ووجهت مديرية أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة لضبط مصنع وحائز طائرات. وفي الأسكندرية استمرت جهود المحافظة في تنفيذ قرار حظر استخدام الطائرات الورقية على طريق الكورنيش بعدما شهدت المحافظة عددا من الحوادث تسببت فيها الطائرات الورقية. تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر ولمدة أسبوعين لتنفيذ أعمال إصلاح فواصل كوبري أكتوبر مطلع لطفي السيد وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. طرحت هيئة السكة الحديد اليوم الأحد تذاكر مقاعد قطارات عيد الأضحى التي ستتحرك يوم 26 من يوليو، فيما طرحت للحجز غدا الاثنين تذاكر مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 27 من يوليو. أما رياضيا، تقدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ببلاغ للنائب العام صباح اليوم ضد رئيس نادي الزمالك، وقال فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأة ومسمع من جميع الناس يتضمن عبارة تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته، وطلب الخطيب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أما في أحوال الطقس، فأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار والرطب على أنحاء الجمهورية كافة غدا الاثنين، وتشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباح الغد. ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى في القاهرة غدا 35 والصغرى 24. إلى هنا انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم حور محمد وأنا رغدة بكر، وأعدها لنا الزميل محمود حسن. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء. إلى اللقاء.